مدير مركز جهوي ست مارك، السادة أعضاء مجلس الجهاز، سيد رئيس جمعية فليت إنشاتيف وحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أن أعبر لكم عن اعتزازي وسعادتي بتواجدي جهة الشرق وبمدينة وجدة بالخصوص، هي الجهة اللي عندها واحد المكانة خاصة عند كل مغربي ومغربية بإرتها الإنساني والحضاري العريقين، اللي في هذه السنوات الأخيرة ولا عندها واحد الصيت وواحد التنوع مهم بجهة الرقبان. من السنوات الأخيرة القديمة بغيت نعرفو على جهة الشرق شي واحد الصورة ديالية، مؤخرا ولات عندها واحد التمركز واحد التموقع مهم في مجال الرقمنة، وحنا التواجد ديالي اليوم في هذه الجهة باش نبغوا هاد الشراكة وهاد التعاون إلا تأكيد على هاد الأهمية وهاد العناية ديال هاد اللي تعطيوها لهاد الجهة وتعطيها للحكومة كلها وصاحب الجلالة الله يسلمك. توقيع ديال الاتفاقية ديال إطار الشراكة والتعاون اليوم باش نحدثو يكون إحداث وتسيير ديال مدرسة خاصة في البرمجة وتشفير المعلومات الجهة الشرق يوكول، وهو واحد الثمرة ديال تضافر المجهود ديال مختلف المتدخلين اللي حاضرين معنا اليوم. كل شيء تيآمن في هاد الجهة، جميع الفاعل بالأهمية ديال الرقمنة، وهذا الشيء مهم أن كل شيء خدام بالتناسق باش ينجح هذا المشروع. الهدف من هذا المشروع هو ننميو القطاع، نزيدو ننميو ماشي عاد ننميو، نزيدو ننميو القطاع الرقمي في جهة الشرق باش تحسين إمكانيات توظيف الشباب في مجال التكنولوجيا الجديدة، وتوفير موارد مؤهلة في مجال التكنولوجيا ونظام التعليم والتوظيف على مستوى جهة الشرق. اليوم بالنسبة للمستثمرين في مجال الرقمنة، أهم حاجة تسولوا عليها وأول حاجة تسولوا عليها هي واش كاين الشباب المؤهل. الرقمنة ما تنحتاجوش، أهم حاجة أهم غصوص تنحتاجوها هو الشباب المؤهل. اليوم كنا إن شاء الله مع جميع كاين السيد الرئيس السيد الوالي كيعملوا واحد الإيمان قوي بهذا المجال، وهذا الشيء علاش اختارينا هذه الجهة باش تكون أول جهة تنخدمو معها كوزارة باش تكون فيها هاد المدارس ديال التكوين، وأيضا لأن تنآمنو بأن الشباب ديال جهات الشرق عندو مؤهلات مهمة، واحد من الشباب اللي عندو مؤهلات مهمة في مجال الرياضيات، الرياضيات اللي دايرين كلو باش يدخل في مجال الرقمنة ما تكونش شي حاجة صعيبة عليه، خصو سهلة عليه باش يوصل. في هذه الاتفاقية عندها واحد الرؤية بعيدة المدى، كاين التكوين ولكن كاين واحد الرؤية بعيدة المدى، الإدماج الاقتصادي ديال الشباب. هذا التكوين غيكون مفتوح قدام الشباب اللي عندهم مختلف المستويات الدراسية، يعني كاين حتى الشباب اللي منقطع عن العمل اللي يمكن هو اليوم ما تيشوفش يمكن شي فرصة ولا شي حاجة يمكن يوصلها، هذا التكوين غادي يعطيه الفرصة جديدة حياته باش يبدا التكوين ويولي يصيب فرص شغل مهمة كما قال السيد الرئيس اللي هي مفتوحة عالمية، يمكن يكون دارو فين هو وينلج الفرص الخدمة عن بعد في العالم كله، في أوروبا في أمريكا في آسيا يمكن، هادشي غادي يساهم إذا في إدماج سوسيو اقتصادي ديال المنطقة. حضرات السيدات والسادة، هذا المشروع هو جاي في واحد المنطقة كبيرة باش تشهد هذه المنطقة واحد الدينامية جديدة، وهذه المنطقة هي ماشي نظرة وليدة اليوم، هي واحد المنطقة عشان تلقاها صاحب الجلالة الله ينصرو باش تكون هذه الجهة قطب اقتصادي رائد، عطى مجموعة انطلاقات عدد من المشاريع. تنتمنى له صاحب الجلالة الله يسمو الشفاء العاجل في هذه، كاينه ديناميه جديده في جهه الشرق،
الفقر، البنية التحتية، مستوى العيش، كاين عدد من المشاريع الجديدة اللي تحفز الاستثمار والمقاولات الصغيرة، وهذا هو مشروع إطار عدد من المشاريع في إطار رؤية بلدية سامية كبيرة ورؤية بين الجهة كبيرة، وإن شاء الله هذا هو عدد من المشروع اللي غادي يكون انطلاقة للمشاريع إطار الرقمنة، كما قال إطار الإدارة، جهة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتآمن قوة وقدرات بالإمكانيات والبوتنسيال ديال هذه الجهة، وتعبر على كوميتمنت على أنها ماشية في المنطقة وتتشجع هذه المنطقة وتثق في هذه المنطقة، ودير إن شاء الله هذه المنطقة كل يوم باش تزيد تولي هذه المنطقة رائدة في مجال الرقمنة، حيت هي رائدة اليوم، راه الحوايج اللي كاينين في مجال التجارة السكرة ما كاينينش وما يصبروا، كاين شي حوايج رائعة إن شاء الله نزيدوا حنا من الوزارة ديالنا نساهموا في هذه الديناميكية بين عكس على تطور ديال الجهة وعموم المواطنات والمواطنين، وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.